أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم بمستغان مع انطلاق أول شباك موحد على المستوى الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وهذا خلال تدشينه ببلدية سيدي الخضر لمركز الدفع والمراقبة الطبية التابع للصندوق. المتابعة كانت لدلا الماصلي. الشباك الموحد على المستوى الوطني تضمن التكفل بجميع متطلبات المؤمن له اجتماعيا عن طريق شباك وحيد. العملية انطلقت اليوم خلال تدشين مركز الدفع والمراقبة الطبية بوكالة سيدي الخضر مستغانم. أول انطلاقة تاع الشباك الوحيد على مستوى الأكناس، وكانت الانطلاقة هذه من الولاية تاع مستغانم تعبر على رغبة تاع السلطات العمومية سواء المركزية أو غير المركزية باش تحارب البيروقراطية وتسهل الأمور والعملية تاع المواطن. والوزارة تاعنا القطاع الوزاري تاعنا كالداخلية وكالعدالة كذلك قام بمجهودات كبيرة باش يحارب هذه البيروقراطية ويبسط الأمور، وبالخصوص يعطيها صدى للمواطن كيجي ما بقاش يستنى في الشباك ديال البروبوزي وكيشي راه مازال ما جاش ولا جا. فالتكوين كان يعني الهدف منها نكونوا كل الأعوان اللي هم متواجدين في الشبابيك باش تكون عندهم نفس المعرفة ونفس الكفاءة. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد غازي وخلال اجتماعه بالمدراء التنفيذيين للقطاع أكد أن قطاعه سيخص بالتمويل والتشجيع المؤسسات المصغرة التي تخلق الثروة. qui doivent donc être créés pour pouvoir permettre aux jeunes d'aller vers l'économie numérique. Ou qu'il y a des startups qui sont aujourd'hui à l'Ottawa, qui ont d'ailleurs même les brevets, les logiciels, الوزير أشرف على توقيع اتفاقية بين جامعة مستغانم وجامعة تيفاليتي بالجمهورية العربية الصحراوية قصد تبادل الخبرات، واتفاقية أخرى تخص قطاع التشغيل.